ولو عندهم أم زي والدتك الله يرحمها. طبعاً طبعاً لازم، هي دي اللي بتغرس المبدأ وبتغرس اليقين. يعني هي اللي كانت طول الوقت بتقول لي كل حاجة نفسك فيها تحصل ويحصل أحسن منها كمان. ومراتك ملت فراغ والدتك الله يرحمها بشكل بص كبير. عشان بس أبقى واضح وصريح، مفيش حد يملى فراغ الأم، بس هي ملت كل الفراغات اللي كانت في حياتي الحقيقة، لأن هي يعني خير شريكة يعني في كل حاجة بصراحة. يعني هي حنية لا تقل عن حنان الأم، بس حنان الأم ليه طعم تاني، ليه تيست تاني. هي بتحبك قوي وأنا بحبها جدا جدا جدا، أنا بحبش حاجة قدها في الدنيا يعني. وبعدين زي ما أنا كنت عايش عشان أمي أنا عايش عشانها كمان، زي ما كان بيبقى نفسي أسعد أمي أنا ببقى نفسي أسعدها ونفسي أخليها مبسوطة ونفسي أعمل لها كل الحاجات اللي نفسها فيها. هي كمان عندها حاجات في حياتها كانت صعبة، وأنا كان عندي حاجات في حياتي صعبة، يعني بحس إن الناس اللي مرت بالحاجات زي كده ربنا عوضكم ببعض، ربنا عايز يكافئهم ويطبطب عليهم، فربنا طبطب علينا ببعض. يعني ده أدق تعبير يعني.